تلقينا اتصالا علمنا منه أنك سوف تهاجمين. اعتقدنا أنها مزحة وحسب. حاولنا أن نتصل بك كي نحذرك لكن لم نجدك، فقصدنا المصنع. من حسن الحظ أننا وجدناك بسرعة. لكن من الذي اتصل بكم؟ لقد كان الصوت صوت امرأة لكنها رفضت التصريح باسمها. يجب أن نعرف من أرسل الرجلين كي يضرباك. ما الذي كان سيحدث لو لم تأتوا وتنقذوني؟ بيلين، هل تشكين في أحد؟ لا أعرف. هل هنالك شخص يحاول أن ينتقم منك أو يبعدك عن طريقه؟ هنالك شخص ولكن لا أظن. ومن هو هذا الشخص يا بيلين؟ أخبريني. راميرو موران، والد مارتن. لقد رأيت ميلي. حقا؟ وحدثتها عن فلاي؟ نعم حدثتها. إنها فتاة لطيفة جدا، هل فرحت؟ بالتأكيد، وقد قبلتني. ما أجمل هذا. على كل حال، هذا آخر لقاء لي معها. لما؟ هذا أفضل للجميع. لا جدوى من تعزيز علاقة ليس لها مستقبل. ثم يبدو أنني أخطأت. ما كان علي مساعدتها. لا أريد أن أراها ثانية. ميغيل، طريقتك هذه تشبه طريقته. ما هذا الصراخ؟ نحن نتناقش. هذا شجار. اتركينا الآن يا سول. مارتن، يجب أن تهدأ قليلا، فهذا سيساعدني. حسنا حسنا، يجب أن ننسى ما حدث، فهذا سيريحنا. لا يمكن أن أنسى. إذا لم أضع حدا لتدخلات والدي فقد يتكرر الأمر ثانية. لا علاقة لوالدك بما حدث. تهديده من نوع مختلف. من الفاعل إذن؟ لا أدري، لعله شخص من النقابة، فبعضهم غاضبون علي. لا لا لا، أعضاء النقابة لا يفعلون هذا، أما أبي فإنه يفعلها، أنا أعرفه. هذا لا يفيده، إنه يتقرب إليك ولا يريد إزعاجك. ممكن، صحيح. لن نفعل شيئا الآن. مارتن، أرجوك اهدأ، اضبط نفسك. أنا بيلين، سأهدأ الآن، لكن أعدك ألا أنسى الأمر وأن أعاقب الفاعل. يكفيني أنك بقربي وتحاول حمايتي. حسنا اطمئني، لكن يجب أن أذهب لرؤية والدي. فعلتها؟ عما تتحدث؟ لا تتغابي، أخفت صوتك فقد يسمعك أحد. هذا لا يهمني، لماذا خنتني؟ اتركني. لا، هل اتصلت ببيغمي؟ اعترفي الآن، نعم أم لا؟ نعم فعلت. هل أنقذها؟ أجل، وصل ثلاثة من أصدقائه في الوقت المناسب واستطاعوا إنقاذها. هذا جيد، فخطتك كانت غبية مثل العادة. لا بأس يا جينيت، لكني ضجرت. سأخبر راميرو بكل شيء. إنه خيارك هيرنان. ستفعل هذا؟
حسنا اتصل به، هيا. لكنك لا تملك الشجاعة الكافية، ماذا تنتظر؟ هيا اتصل به. دمر كل ما بنيناه منذ 3 سنوات. سأتصل به عندما أرغب في ذلك. حسنا هيرنان اتصل، لكن راميرو لن يدعك تعمل في الأرجنتين كلها، هذا إذا لم يقضي عليك لحظتها. أتظنين أنه سيسامحك؟ لا أبدا، أنا أعرف راميرو. أولا سيطردني من حياته، أما الذي يعطيه أسراره ويثق به ثم يكتشف خيانته، أعتقد أنه لن يسامحه أبدا. هيرنان، إذا كنت لا تستطيع الاستمرار انسحب حالا، ويمكن أن تسافر، المهم أن تتركني أتصرف بطريقتي، مفهوم؟ حسنا كما تشائين، لكنني ذات يوم سأكشف الحقيقة أمام راميرو. لا بأس يا هيرنان، لكن في الوقت الحاضر دعني. هيا لدي عمل. شكرا جزيلا لمجيئك يا هيرنان، الزيارة انتهت. غبي. يا لها من مفاجأة جميلة مارو. ميلي أهلا، جئنا لنطمئن عليك وسنذهب بسرعة. وأنا أيضا أريد أن أراكما. حسنا، كيف يجري العمل؟ العمل يجري بين بين، الناس قليلون هنا. هذا صحيح، كما أن الشرطة تمنع شغل الأرصفة. حسنا، هل أستطيع مساعدتك؟ لا لا داعي لهذا يا مارو، شكرا. أنا بائعة ماهرة. مهلا يا سيدي، أتحتاج إلى علاقة ملابس؟ أنت الخاسر إذن. سيدتي، هل تحتاجين إلى علاقة ملابس؟ مارتن، هل هنالك مشكلة؟ سنتحدث. عفوا، مرحبا. أهلا حبيبتي، هل أنت بخير؟ عمتي، إذا سمحت خذي جابي إلى الداخل، أريد أن أتحدث إلى أبي على انفراد. أهناك مشكلة؟ لا لا، اطمئني. حسنا، هيا انهضي يا جابي. مع السلامة جابي. هيا بنا. مارتن، ما هو سبب هذا الغموض كله؟ هذا اليوم هجمت بيلين فراغا، لقد تعرض لها رجلان غريبان، ولو لم يأتي أخوها وأصدقاؤه لكان وضعها سيئا. وأنا المتهم، أليس كذلك؟ أنت أول المشتبه بهم. هذا اتهام سخيف، لا يمكن أن أفعل هذا. ثم ما الفائدة التي سأجنيها من هذا التصرف؟ إنها لا تشكل خطرا علي. واثق؟ نعم. فيما تفكر؟ الإضراب؟ أنت مخطئ، هذا لا يهمني وحدي. أليس هناك سبب آخر؟ علاقتي معها، ربما لست موافقا عليها. لا أبدا. على كل، ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل في علاقة حب لا ترغب فيها. موضوع جابي مختلف، كانت مراهقة وليست لديها أي تجربة في الحياة. أنت ناضج ويمكنك أن تفعل كل ما تريد. جيد جيد، إذن أنت تريد القول أنك سعيد بعلاقتي مع بيلين، هل هذا صحيح؟ لا لا، لست سعيدا على الإطلاق، لكن أنت حر، ولتعلم أنا لم أضربها. المعذرة، تفضلي يا فيرو.
استدعيتني لأمر يتعلق بوالدي؟ نعم، لدي خبر لكنه ليس جيدا. ما هو؟ والدك يقابل مارو. هذا مستحيل. بلى، أنا موقنة. أيعني هذا أن مارو في خطر؟ لا 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 تقلقي، من الواضح أنه لن يؤذيها، بل يحاول أن يكون لطيفا. ولكن كيف لم تخبرني مارو بهذا؟ كانت متشوقة إلى سماع أي خبر عنه. ربما طلب منها أن تبقي الأمر سرا، أو لم يخبرها بحقيقة من يكون. لم أفهم. أقصد ربما كانت لا تعرف أنه والدها. ولماذا يخفي عنها هذا الأمر؟ لا أدري، لكننا لن نضيع الوقت في تقدير دوافعه. المهم الآن أن تحصل منها على بعض المعلومات، ولكن بحذر. سأحاول. ومن الأفضل لها ألا تعرف حقيقته. فيرو، هناك أمر آخر. ماذا؟ قد تدعوكما السيدة مارتا أنت وأختك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معها. لا، أنا لا أرغب في الذهاب إلى أي مكان. هذا الشيء سيفيد أختك ويجب أن تفعليه لأجلها. صحيح. أجل. حسناً، موافقة. أحسنتِ، هذا كل شيء. لا لا مستحيل، لقد فعلت ما في وسعي وهذا يكفي، لقد انتهى دوري. لا نريد منك إلا أن تنامي في الشقة ليس أكثر. لا مستحيل، إنها بضعة أيام فقط، عندما تطمئن المالكة ستعود إلى مدينتها وينتهي الأمر كله. إيه ما رأيك يا بيلين؟ قولي شيئا. هيا. المشكلة أنه لا يمكن الوثوق بكم. نحن؟ حسنا موافقة، ليلة واحدة فقط. ما قصة مارتن؟ كان غاضبا، اتهمني أنني أرسلت من يضرب بيلين. ماذا؟ كيف يمكن أن يشك فيك؟ أرأيت كم هذا سخيف؟ ولماذا يتهمني أنا؟ هل تعرف من يمكنه أن يفعل هذا؟ لا، لا أعرف شيئا. حسنا روميرو، لا تزعج نفسك. عن إذنك لدي موعد مع صديقتي. تفضلي. بيغمي، أهلا. أهلا أهلا بك، كيف صحتك؟ أهلا. أين سامانتا؟ للأسف لم تستطعي المجيء معي. فهمت. لا 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 تخطئي، كل ما هنالك أنه جاء ضيوف إلى المنزل الذي تعمل فيه. حسنا يجب علي أن أنصرف. انتظري، لا يمكنك أن تفعلي هذا بي. لا تخاف يا بوتشي، كلارا لا يمكن أن تتخلى عنا أبدا. لكننا لم نتفق على هذا. لا تعقدي الأمر كلاريتا، أرجوك، إن السيارة تنتظره أسفل البناء، بعد قليل سوف ينزل وينام فيها. واضح؟ مللت هذه الخدع. لا مهلا، تأملي هذا المسكين، ألا ترين البراءة التي تنضح من وجهه؟ إنه مثل حمل وديع يستحق منا العطف والشفقة. ثم اسمعي. ما الذي قلته لها؟ قلت لها إنك شاب لطيف ومهذب وتستحق المساعدة، لكن كيف ستكون؟ لا أحد يستطيع أن يخمن ذلك. على كل شيء يهون من أجل الشقة، عليك أن تتحمل. هيا تحمل. هيا. أيتهمك مارتن أيضا؟ وأخذ يصرخ في وجهي، لقد أساء معاملتي. أنا آسف جدا. حسنا حاول أن تقنعه، أنا لا علاقة لي بما حدث لبيلين، لو سمحت. حسنا سأفعل، لا عليك، ولكن اسمعي، مارتن لا يستحقك، لذا اهتمي بنفسك وعودي إلى خاطبك بأقصى سرعة وانسي مارتن. إنه حب بلا أمل. لماذا؟ سيدي سأخبرك. أخي
عزيز فلاي، لا تخطئ ثانية، وإلا فسوف أطلب من السيد راميرو أن ينقلك ثانية، ولكن هذه المرة إلى سيبيريا. جيد، الرسالة معدة، والآن يجب أن نحصل على عنوانه الجديد حتى نرسلها إليه. شكرا. لما؟ لما فعلته من أجلي. لا، لا داعي للشكر، فالأمر بسيط. حسنا ميلي، لك ما تريدين، اتفقنا؟ مرحبا. مرحبا. مرحبا ميلي، احذري ماذا جئنا نطلب منك. ترى ماذا يريدن؟ ماذا يريدن؟ حسنا، أن أكمل الحكاية؟ نعم. حسنا، أين توقفنا؟ توقفنا عندما كانت الشريرة ستتزوج برفراف وتسافر به، لكن بعد أن تقتل الفتيات جميعا. ما عدا مارو، فالشريرة ستجعلها مساعدة لها. ما الذي سيحدث؟ حسنا، حان موعد حفلة الزفاف. يبدو أن جميع الضيوف المشاركين في الحفلة قد وصلوا. إذن يمكننا أن نبدأ مراسم الحفل. لتنبعث الموسيقى. ليتقدم العروسان. ثنائي مذهل. والآن يا عزيزتي، وسط جو الشر الجميل هذا، سأبدأ المراسم. عندما تنهين واجباتك نذهب. سأنهيها بأقصى سرعة يا ميلي. يجب أن تكتبيها بشكل جيد، وإلا فلن نذهب. ترى لماذا السيد الحزين حزين دائما؟ لا أعرف. ربما كانت لديه ابنة جميلة فضاعت منه، أو ربما ماتت. ما هذه الأفكار يا مارو؟ ما بك؟ هذه الأشياء تحدث أحيانا. هذا توقع وحسب. صحيح، وربما هذه، كان يحب امرأة جميلة، كانت غنية وكان فقيرا، لهذا تركته وتزوجت برجل غني. مارو، توقفي عن تأليف هذه القصص،
سوف تعرفين لماذا هو حزين عندما يخبرك إذا أراد ذلك. اسمعي، أنا موقنة. نعم، تركته لأنه فقير. أجل، لقد أرهقتني مارو، يكفي. ماذا تفعلان هنا حتى الآن؟ نعم، أنا آسفة. هيا هيا انزلا بأقصى السرعة. مهلا. أسرعي، هيا. يجب أن أتحدث إليك. تفضل. إلى متى سنبقى هكذا يا دولوريس؟ لا أعرف، فأنا لم أعد أفكر في الزواج. وبعد؟ قل ما تريده بصراحة، هيا. هل أنت مستعدة؟ نعم. سأتزوج قريبا. ما بك؟ لماذا تفاجأتي؟ هل فاجأتك؟ قولي، ظننتك ستفرحين، أنت ومارتن. توبياس، لماذا تقول هذا الكلام؟ لقد جعلت مني أضحوكة، لماذا فعلت هذا بي؟ ولكنك علمت بهذا. وقلت إن هذا الأمر انتهى، وقد عذرتك، وبعد ذلك اتفقنا أن نتزوج بسرعة، أتذكرين؟ لم أعد أرغب في رؤيتك. مارو، من تقابلين في الحديقة؟ لا أحد. بلى، إنه رجل رأيته مرة واحدة فقط. لا تكذبي، أخبريني بكل شيء. إنه السيد حزين. من؟ أنا أناديه دائما بالسيد حزين لأنه حزين حتى عندما يضحك. وكيف التقيته؟ مصادفة، لقيته في الحديقة ثم أصبحنا أصدقاء. مارو، كيف تتحدثين إلى شخص غريب؟ أخبريني. لا، لم يعد غريبا أبدا. ميلي أيضا رأت وأحبت. لا تريه ثانية، فهذا خطر. خطر؟ لا، إنه شخص لطيف جدا، حتى اسألي ميلي. وما عمله؟ يبيع أواني منزلية، ولكن لا أحد يشتري منه. أين يعيش؟ هل لديه عائلة؟ لا أعرف، لكن سيخبرني يوما ما. ستنسين أمره. لما؟ لأنه يخيفني، فنحن حتى الآن لا نعرف من يكون. اطمئني. فيرو، اسمعيني، إنه طيب جدا، تعالي والتقيه. لا، لا أريد هذا. هل أخبرتك جينيت بشيء؟ لا، ما الأمر؟ السيدة مارتا ستأخذنا لنقضي العطلة برفقتها. معاً؟ نعم. إذن فأنا موافقة. سأخبر جينيت، وأنا سأذهب وأخبر جميع الفتيات. نفذت الأمر؟ نعم، اتصلت بتوبياس وسخرت منه بقسوة. وهل نجحت في إشعال غيرته؟ اطمئن، سوف نرى. ماذا هناك؟ لماذا أنت قلق هكذا؟ لا شيء يفسد خطتك، اطمئن. إذن سننتظر رد فعل توبياس ثم نتصرف. ماذا تتوقع؟ بسيطة، سوف يبتعد عن دولوريس. وماذا ستكسب من هذا؟ معاناة دولوريس ستشعر مارتن بمسؤوليته نحوها وتقربه منها. إنها الطعم الذي سيبعده عن بلين فراغا. هل أنا فهمت؟ دولوريس وسيلة فقط، ليس أكثر. تماما. هيا أخبرني، هل جاءت مالكة المنزل البارحة؟ وكيف قابلتها كلارا؟ أو كيف تصرفت معها؟ لن تصدق ما حدث. هيا قل، أخبرني، أخشى أن الخطة اكتشفت. لقد اقترب، هيا حاول. إذن طرت. بل استأجرت. استأجرت؟ هذا يعني أنك قابلت المالكة. أجل،
ولماذا أنت صامت حتى الآن؟ يا لك من مراوغ، هيا تكلم وإلا قطعت عنقك. إذا لم تهدأ قليلا فلن تفهم أي شيء. المفاجأة أفقدتني صوابي، اعمل عني وأنا سأجلس وأستمع إليك. هيا. عندما جاءت أخبرتها كلارا بكل شيء، ثم قابلتها وانتهى الأمر. مذهل حقا، هذا إنجاز مذهل. اسمع، كلارا قالت إن الكذب لن يفيدنا طويلا، لذا واجهت المالكة بالحقيقة دفعة واحدة. لكن هذا تصرف متهور، كان يمكن للمالكة أن تطردك من الشقة. صحيح، ولكنها احترمت صراحتنا. وكان يمكن لها ألا تحترم هذه الصراحة وأن ترمي بك إلى الشارع. ولكنها... أنا أعرف الناس أكثر منك وسأشرح لك. هيا هيا، لا تتوقف عن العمل. الصدق رائع لكنه أحيانا يؤدي إلى نتائج عكسية. هناك من يقول مهما تكن هذه النتائج سيئة فهي أفضل من نتائج الكذب، وهناك آخرون يحبون الصدق ولكن باعتدال، فلا ينطق بالحقيقة إلا عندما تجعله يمسك هدفه. ماذا؟ هل تحدثت إلى أختك؟ نعم، مارو لا تعرف أن الذي تقابله هو والدنا. جيد، إبعادها عنه سيكون أسهل الآن. هل حدثتها عن العطلة؟ نعم، سوف نذهب كلتانا برفقة السيدة مارتا. فيرو، أنت فتاة طيبة، اطمئني يا عزيزتي، سأكون دائما معك وسأبذل كل جهدي كي لا يؤذيك والدك ثانية، أعدك. دولوريس، هذا لا يحتمل. ماذا حدث يا أبي؟ كنت مع توبياس وأخبرني أن علاقتكما انتهت. قال إن شخصا اتصل به وسخر منه لأنك جعلت منه أضحوكة، ولقد كان غاضبا جدا. أعرف هذا لأنه كان هنا. ألم يؤثر فيك؟ ماذا تظنني؟ لقد حزنت كثيرا. لا يبدو عليك. وهل تريد مني أن أبكي؟ لقد فكرت كثيرا فوجدت أن هذا أفضل لي وله. أنا لا أفهمك أبدا، ترفضين من يحبك وتركضين خلف من لا يحبك، خلف مارتن. لا ترفع صوتك، مارتن هنا وسيسمعك. ليسمعني. دولوريس، توبياس يعرف مشكلتك وهو متمسك بك، أنصحك أن تعودي إليه. لا أستطيع. إذا كنت لا تعرفين مصلحتك فأنا أعرف، واضح؟ ما هذا؟ ها؟ إنني أحضر وجبة مميزة، إنها وجبة شعبية شهيرة ولذيذة، إنها دجاج مطهو مع التوابل. وضعت الفلفل؟ الفلفل عنصر رئيسي. وقرفة؟ والقرفة كذلك. هذا كثير جدا. أنت لا تعرفين شيئا، التوابل تفقد حدتها في أثناء الطهو، وهكذا ينضج الدجاج وتفوح منه رائحة زكية. بسبب التوابل الكثيرة لن يبقى شيء من طعم الدجاج، كما أن التوابل تضر الفتيات. أنا لا أسمح لك بالتدخل في عملي وإزعاجي، إن كل ما تقولينه ثرثرة ليس لها أي معنى. ماذا تطبخ؟ إنها وجبة شعبية لذيذة، وهي دجاج مطهو مع التوابل. يمكنك القول إنها وجبة توابل فقط. أنا لا أحتاج إلى مساعدتك، لهذا يمكنك الانصراف. ها، أنا لست هنا لأساعدك ولكن لأنقذ الفتيات من وجبة كهذه. اذهبي ودعيني أتابع عملي. لا، لن تضع المزيد من التوابل. اتركي من يدي. شكرا جزيلا لك يا كلارا، لقد قدمت لي مساعدة لا تنسى. أنت تستحق. اسمع هذا. نعم. مطلوب شاب ذكي حسن المظهر للعمل ساعي بريد، المقابلة صباح السبت. تبدو مناسبة. أجل، ولكن شهادتك الثانوية؟ نعم، لم أحصل عليها بعد للأسف، لدي 3 مواد. ستنجح بها بوتشي، هذا سهل جدا.
لا، لا أعتقد هذا. كن متفائلا، إذا بذلت بعض الجهد ستنجح بسهولة وأنا سأساعدك. حقا؟ أجل، هيا تهيأ للمقابلة، ستقضون معا وقتا ممتعا. كم أتمنى هذا. اطمئني، الأمور تسير كما تحبين، ولكن لا تذكري أمامهما شيئا عن الوصاية، أرجوك هذا أفضل. لا تقلقي بهذا الشأن. بالمناسبة، هل تأكلان أي شيء أم أنهما تتحسسان من طعام ما؟ لا لا، كوني مطمئنة. رائع، أنا وزوجي سنأخذهما إلى مدينة الملاهي والسينما، ثم إلى مطعم جيد. هذا سيعجبهما كثيرا، ولكن لا تنسي أن تأخذيهما إلى منزلك. أريد أن تشعر مارو هناك بدفء جو الأسرة، هذا الأمر مهم جدا. معك حق. المعذرة. مرحبا يا آنسة، هيا ادخلا. هيا مارتا حبيبتي. أهلا بيرو، هل سنذهب حالا؟ اسمعاني جيدا، أرجو منكما أن تكونا مهذبتين مثل العادة. هيا. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا جني. دولي، ما المشكلة؟ قل لي، أنت من اتصل بتوبياس؟ ها؟ لا أفهم لماذا فعلت هذا؟ أنا لم أتصل به. دولوريس، لماذا أفعل هذا؟ وماذا سأقول له؟ لقد انتهت علاقتي به. لا يمكن أن يحدث هذا. اطمئني، لا، لن يتخلى عنك. لا، أنت لا تعرف شيئا، إنه جاد، لقد تحمل الكثير بسببي أنا. عزيزي بيجمي، أنا سعيد جدا يا تانو. عزيزي فاشا، ابتعد. أنا سعيد جدا يا أصدقاء. أعزائي، لقد حصلت على عمل، صفقوا لي. ها؟ وهل هذا يفرح؟ أجل، وهو أمر رائع. وما الشيء الرائع فيه؟ من الآن فصاعدا أستطيع تأمين مصروفي مثل الرجال. بوتشي، على فكرة لقد تغيرت كثيرا. نعم، ما الذي غيرك؟ إنه الحب، إنه الحب. حب؟ الحب، حب الاعتماد على الذات وحب الحرية والانعتاق والطيران. نعم، صحيح. وما هذا العمل؟ تستطيعون القول إنني أصبحت ساعي بريد. ما الأمر؟ علميني الحياكة حبيبتي. حسناً، هل الحياكة صعبة جداً؟ لا، فأنا أراها مسلية. فالنتينا، انظري، إنها تبتسم عندما تشعر بدفء الشمس. مسكينة. لا تقلقي عليها، هناك شيئان أنا مقتنعة بهما. حقاً؟ ما هما؟ أولاً دبوسي، والكتابة عليه، فوالدي سيعودان يوما ما. وثانيا شفاء جابي. لا، هذا صعب يا ميلي، يجب ألا نيأس وأن نساعدها. وكيف؟
بإيماننا وحبنا. مارتن حاول أن يصف لي مرض جابي، قال إنها تهرب من الواقع. إنه وصف دقيق جدا. إذا شعرت بالأمان فلن تهرب. كم أتمنى هذا.